عنوان ثورة وعزة من إدلب إلى غزة. سنكون معكم لتغطية الأمسية الشعرية التي دعت إليها إدارة الثقافة والمعارف وإدارة المنطقة الشمالية في مدينة الأثارب. تابعونا. حبسنا بحبك سرا فأنت الرجاء وفيك الأمل. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نرحب بكم في هذه الأمسية الشعرية التي تؤكد أن الجرح واحد والمشاعر واحد. برعاية إدارة الثقافة والمعارف وإدارة المنطقة الشمالية كانت هناك اليوم أمسية شعرية لثلة من شعراء اتحاد كتاب سوريا الأحرار ورابطة أدباء الثورة. عنوان هذه الأمسية كان إدلب وغزة، يعني الجرح الواحد والعزة الواحدة والمصير الواحد والآلام الواحدة. تكلم الشعراء في قصائدهم يعني بعض الكلمات وبعض الأبيات التي تدعم المرابطون وأهلنا في غزة وما يتعرضون له من ظلم وعدوان من العدو الصهيوني. وما نزفت فإن القلب قد نزف إذا انتطح الرأس والمدفع وإن حصد الموت منا ألوفا ستفجع أنت ولا أفجع. وإننا في محررنا الحبيب نتضامن معه ونشد أزره. سيف بخاصرة العدا لا للمنادي عاهرا أو ممسا. نحن الشعراء عندما نكتب فلعلمنا بأن الكلمة أمضى من الرصاصة على كل خائن وغادر، أمضى من الرصاصة على اليهود، أمضى من الرصاصة على بشار قاتل الأطفال في سوريا، أمضى من الرصاصة على كل منافق وخائن لأمتنا العربية، لكل أمضى من الرصاصة على كل راعٍ، على كل راعٍ تملك أمر الأمة وخانها وخان دينها وخان أطفالها وخان القسم الذي أقسم عليه. لو كان في الشام الجريحة أهلها لم ينتهك بالثائرين عريمه. إذن ثماني شعراء ألقوا شعرهم في هذه الأمسية وهم من اتحاد كتاب سوريا الأحرار وربطة أدباء الثورة السورية وعدد من المثقفين بحضور جماهيري كبير. لراديو الثورة محمد يحيى من مدينة الأثارب برفح حلب الغربي.